سوري يا جماعة، النور قطع ورجع تاني وعمل حاجات. هبتدي اعمل حواجبي بالوكس بتاع هديل، وانا يا جماعه حواجبي زي ما انتم شايفين تخنانه على الاخر، على اخرها. المنتج اللي بستخدمه بجد بتاع الحواجب رائع، كنت عملت لكم عنه اعلان من شهر ولا حاجه. يعني شوفوا مخلي الحاجب وصل لحد فين يا بنات. عايزه اقول لكم انه الشعر اللي تحت ده ملى وطلع، بس انا اللي برجع ارفع حاجبي تاني. انا اتكلمت عليه قبل كده بس هو مش موجود هنا معايا على التسريحه دي، هو موجود على التسريحه التانيه. عايزين شكل الحواجب يبقى ناعم الى حد ما، مش هنوقفها اوفر قوي المره دي. حبيبتي تسلم يا رب. ماتيلدا مين؟ وينك الغيبه؟ والله اشتقت لك. ما انا داخله اهو والله. انتي والبنات كنت بتقولولي اسماء اطلعي لايف، بس ما كانش عندي حاجه هطلع اعمل عشانها ميك اب وعندي شغل طول الوقت. هشوف يا بنات هما شكلهم انعم لطيف قوي، وبعدين هروح اثبت الحواجب عادي جدا، وهتفضل ثابته معانا طول الوقت. ماتيلدا تقريبا، والله ما اعرف، والله ما فاكره، هو على التسريحه بتاعتي التانيه، بس انا عامله عليه ريفيو قبل كده على الانستجرام. امين يا رب. تسلمي يا ولاء. اوكي هنبتدي نرطب دلوقتي الوش. بعد ما بعمل الحاجب بس كده برطب وشي على ما ينشف شويه عشان ارسمه الاول معاكم. اوكي ممكن نرسمه الاول معاكم. كل اللي انا هعمله بس يعني هير باي هير افكت، مش طيب لازم ينشف. الصوت مش بعيد، يعني انا بتكلم عادي اهو، بس انا اللي صوتي واطي، انا ما بقدرش بعد الفطار اعلي صوتي. انا اصلا بعد الفطار الحواس كلها ما بتبقاش شغاله يعني. طيب انا قربت اهو سيكه وهبدا. ده اقرب قلم بالنسبه للدرجه بتاعتي. ابن الجيران بيعوي معرفش ليه. وعلى حسب الطول بتاع الحاجب ببتدي اوقف، زي ما انتوا شايفين القلم بيعمل شعره شعره، بس مش محتاج اني ارسم يعني الحاجب. امنيه بتقول الصوت حلو مش محتاج. طب الحمد لله. اوكي هنخليه كده مبدئيا، ولو انا عايزه ازوده او حاجه ازوده في الاخر. القلم يا امنيه من رشا خلف، ده جديد هي عاملاه، واستخدمه بقالي 3 ايام تقريبا اهو عشان
اقدر احكم عليه اكلم البنات عنه. بصراحة فوق الممتاز زي ما انتوا شايفين، بصوا الشعرية بتاعته رفيعة جدا جدا، متخيليش، تحس ان كأن حاجبك كمل. ممكن تدوني 5 دقايق بالظبط وبعدين نبدأ يعني تسألوني وانا جاوب وكده، عشان انا مش قادرة اتكلم. بصوا جماله يا جماعة، حلو قوي، وحبيت رسمة الحواجب الرقيقة. اوكي انا سبت حواجبي تتخن مخصوص عشانكم، يعني كلكم عمالين تقولوا اسماء يا تخني حاجبك ما ترفعيهوش لفوق قوي. حاضر، لا بجد بجد الكرسي عامل سيمفونية، مش قادرة اتحمل الدرجة بتاعته درجته اللي هي 2 اللي هي براون اهي. من رشا خلف بعد كده هاخد كونسيلر وابدا انضف تحت الحاجة. اوكي عايزة انضف بطريقة حادة شوية، ثلاث سنين بندور على الفرشة عادي. يا جماعه هو الدنيا عندكم يا جماعه حر ولا برد؟ وانتوا كمان تسلموني يا رب، حلويات بعد الفطار، الله يكرمكم. والله انا اسفه قومتكم من قدام جعفر العمده، بس معلش اللي خلص يجي. ممكن ارجع بالزمن واحضر الكورس تاني عشان انا اشوفك. تسلم يا رب. خير، نورتي اللايف يا روحي. اوكي المنطقة اللي انا بحب ارفع فيها بس الحاجب فقط هي اللي هروح عليها كونسيلر فاتح. ويكون فول كوفريج. وانزل بيه سيكه كده لتحت هنا، المنطقه دي هي بتديكي ايحاء ان الحاجب بترفع، بس انت مش محتاجه انك تنضفي من اول الحاجب لاخره. لو غلطتي فقط في رسمه الحواجب تقدري تنضفي من البدايه للنهايه، غير كده انت مش في حاجه لده. وطبعا لو نضفتي في بدايه الحاجب يستحسن ان يكون اللون اغمق شويه. كمان يا بنات الحركة دي بتعمل ليفت بشكل ما. لعظمة الحواجب يعني انا بحس اني لما بعمل التكنيك ده بتسأل انا رفعت حواجبي ازاي، فاهمين قصدي؟ اللايف بتاعك كان تحفة واستفدت كتير منك يا روحي، تسلميلي. مش فاهم يعني ايه جيت صيفي ولا ايه؟ عايزين نبقى نعمل لوك هادي زي امام بنت الملك عبد الله. اوكي يا ريت. امبارح كنت عامله لوك هادي وروش كده، بس طبعا مش زي بتاع بنت الملك عبد الله.
بالنسبه لبتاع بنت الملك عبد الله ده لوك فيفي الرقاص. من فرشه بلوسم بحب الفرشه دي وكذا فرشه لتحت الحاجب بصراحه، وبيفرق معايا على حسب شكل الحاجب، وببدا انظف واتاب تاب بلاشر شي جلام. انا حكيت شي جلام مش بتعجبني زي ما الناس بتتكلم عنها كده بنات، يعني مش كل الانبهار اللي على حاجات شي جلام نال اعجابي بصراحة يعني. بس هي كبراند اوكي كويسة وتقدروا تشتغلوا بيها عادي لو انتم مبتدئين، مفيش مشكلة، حاجة تكفي الغرض طالما استخدمتي المنتج وعجبك، ملكيش دعوة بكلامي خالص، دوسي. انا عارفة انكم بتحبوا تاخدوا رأي ناس بتكون جات لها المنتجات او جربتها او كده، وده حقكم، بس والله يا جماعة في انا نفسي في حاجات بسمعها واجي اجربها الاقيها سيئة سيئة فوق الوصف، واخدة شهرة وصيت فظيع، وناس تانية بتستخدمها وفرحانة بيها، وحاجات تانية بستخدمها تعجبني جدا جاي عليها ريت زي الزفت، فاهمين قصدي؟ فكل واحد وعلى حسب وجهة نظره بيحب يستخدم ايه. اوكي انا حاسة ان هما كده نايس ورقيقين صح؟ ليه لايف واحنا رايحين نصلي العيد؟ طيب مين انت راح تصلي العيد دلوقتي يا حبيبتي؟ ده انت الدنيا داخلة في بعضها عندك خالص. انا كنت داخلة اتصل بيها بمين يا ايه؟ اطلعي لايف ما لقيتها لايف، كنت عايزه تكلميني. هستخدم المرطب ده من بيرلس بيوتي فهحكي هنا عادي، احنا اخوات. احكي حبيبتي، احنا واحنا مستورين في اي لايف، احنا الناس عارفانا. وبصي داخلين يقولك احكي بسرعه، اي ارشق في اي مصيبه. هستخدم المرطب بتاع بيرلس بيوتي اللي هو البينك، وهوريكم انا باكسترا ترطيب ازاي. يعني زي مثلا ده بيرطب لوحده حلو جدا، يعني انا المفروض بحط عليه 2 دروب من اي اويل اللي انا بحبه وببلندهم مع بعض على السكن. بس انا عايزه اوريكم برضو بتاع بيرلس لوحده، لاني مستحيل استغنى عنه قبل الميك اب. وعايزه اقول لكم اني برطب بيه تحت عينيا، وعايزه اقول لكم ان كريمات عينيا كلها يعني متنطورين في كل حته، قصدها على عيد المسيحيين. هم يعني عندهم صلاه للعيد دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اوكي روحوا صلوا وهتيجوا بعد الصلاه تلاقوني مسيفه اللايف. ده الافكت بتاع بيرلس بيوتي لوحده. اكتر حاجه بتعجبني في الكريم ده ان هو حرفيا بيحبس الميه، يعني بيحسسك كده ان انت ايه وشك شارب ميه. انا بحبه قوي في الموضوع ده. احط شوبارين جافه، انت ايه انت بتردي عليهم يعني؟ احط بيرلس جافه. انت وشك جاف ولا فيكي ايه؟ احط كيلز جاف تحت عينك ولا على كل وشك؟ اهدي اهدي وانا هقول لك تعملي ايه. كل ده هما 2 بامب بس من العلبه، وبحطهم بالكامل على وشي. قلت ما قداميش حل غير اميره لندن. اميره لندن اويل عامل معاكي ايه؟ كانت لموديل النهارده، تمام يا امنيه، كان وشها بيشرب المنتج. كملي. فتحت اميره لندن راحت الازازه كلها مدلوقه عليا. لا ده مش جفاف البشر. ده هي اللي فقعتك العين كانت مقشفه.
هناك بتاع كورس كات كريس والموتر جت بشرتها ناشفة. ايوه انا فهمت يا جماعة. ايوه يا هناء، ايوه يا هناء والله انا قلت كده. رحت كلمت كامل قلت له هات لي هدوم وتعالى بسرعة، انت بتهزري الدلق على هدومك؟ يا نهار اسوح. حاضر. انا بقيت مزيته في الكرسي وجسمي بيعمل زيو في الكرسي يا حبي. فهمت والله. خلاص يا سلام. حصل قدام عيني يا حبيبتي يا بنتي. اوعي تكوني رسمتي العين الاول فكان في انبهار اوفر فجيتي ترطبي السكن الدنيا باظت. بيحصل بيحصل. الدلق كله مفيش وقت للتفسير، لسه اليوم طويل ومليان. ربنا يكون في عونك يا بنتي. اوكي انا كده رطبت بشرتي، شايفين الترطيب قد ايه عسل؟ شو رايك بميك اب اتيليه حبيبتي؟ ميك اب اتيليه من البراندات جربت منها حاجات معينه بحبها قوي قوي قوي، ما كنتش لاقيها تاني، ومن ساعه ما خلصت ما جبتهاش تاني. زي الكيك لاينر، زي طبعا عندهم ديورا لاين حلوه قوي، زي الاي شادو بتاع ميك اب اتيليه، من الحاجات من الاكاديميات اللي كنت بتعلم منها في بدايه الميك اب بتاعي. طبعا حلوه قوي. وانت طيب يا سفيان يا رب. حبيبتي يا رانيا تسلمي لي يا روحي. فميك اب اتيليه فيها حاجات كتير بحبها برضو. مش متذكره كل الحاجات. الجلو بتاع الرموش، او ماي جاد. مش انت كنتي بتقولي لي هبعت لك حاجات ميك اب اتيليه لو جلو الرموش عندك؟ ارجوكي ارجوكي ابعتيه على طول. بعمل الحواجب بمسك الفرشه اتخلعت في ايدي. هي كلت عين. هي كانت عين لزوزه. انت كويسه؟ انت سليمه؟ نانسي بتقول لك انت سليمه؟ والله الحمد لله ان هي جت على قد كده. مش الشادو بتاعها تحفه اصلا، صح يا سفيان؟ الشادو بتاعها من احلى الشادوهات اللي استخدمتها في حياتي. المفروض ان ده كده يعني مش بيكنسل الهالات، ما عنديش هالات، بس بحب دايما ما بدأش الدرجه فاتحه تحت عينيا، ما اعرفش ليه بتعب من الموضوع ده. اعصابي ثابت والمصحف حبيبتي. معلش يا ايوش. شايفين يا بنات فاكرين اثر الحبوب كله اللي كان موجود عندي هنا وهنا؟ اختفى. هبقول لكم انا استخدمت ايه. ده سحر اسود يا جماعه. هاخد كونسيلر ده من عند لانكوم. انا بموت في الكونسيلر ده رغم انه خفيف جدا، الكوفرج بتاعته حلوة. ازاي؟ لا اعرف، لا ادري. بعد ما البنات مشيت الرينج وقعت. آية، في حد مش راضي عليك يا اسماء. احكي لنا عن الفيلر بجد، في ناس بتخاف منه. وانت مالك انت؟ امال الموضوع ده عايز ايه انت؟ الحمد لله وش الموديل اترطب اخيرا. طب يا ميسر. بس كده مش هعمل كوفرج بمعنى الكوفرج، لاني برضو نفس الموضوع، دي جلسة تصوير. بحب الفوتوغرافر لما يحط الكاميرا في وشي يلاقي وشي بيور وناعم ومفيهوش كتل وطبقات والكلام ده كله. وطبعا انا عارفة ان الكونسيلر اصفر شوية لان انا وشي على بينك زي ما انتوا شايفين. انا بشرتي فيها سنة روز وانا مش بحب الدرجة دي لان جسمي اصفر فبخليهم يبقوا شبه بعض. لا، ما انا عندي بضحيتين في قرتي محتاجة اعملهم. لو انت محتاج تعملهم عشان مشكلة عندك اكيد اشجع على الفيلر جدا.
هعيط وارجع لكم سلام. اقعدي بس، طب ما تعيطيش، تعالي ما تمشيش، اقعدي خليكي اتفرجي عليا. معلش يا ايه، بتحصل والله ساعات الايام كده بيبقى النحس ماسك قوي. معلش يا روحي. شايفين تغطية الكونسيلر؟ رغم انه اقسم بالله لايت كوفرج، انا لازم اجيب من الكونسيلر ده كل درجاته. طيب خلينا نرجع لسفيان. بص يا ابني، زي مثلا انا ايه اللي خلاني روحت عملت فيلر في وشي لما خسيت؟ وقعت وشي، وقع لان انا كنت مليانه مليانه، مش قادره، كان وشي قد كده. وعايزه اقول لكم ان هو هنا قدامكم على السوشيال ميديا برضو مليان، البنات بتيجي الكورسات تقول لي اسماء انت قد كده في الحقيقه. يا جماعه، سفيان ميك اب ارتست، مارسيلينو داخل يقول كبسوا كبسوا كبسوا. طبعا احنا مش هنا، احنا مش في التيك توك، ولا كنت خليتك رديت الواجب. ولما وشي وقع كده حبيت اني اروح افيلر، عملت فيلر هنا رفع التشيك دي، الخد، عظمة الخد طبعا شكله خف اكتر بكتير ما كنت حقناه، وعملت التكساس. دول لوحدهم رفعوا وشي وظهروا الحلويات اللي فيه. بالنسبة لل انت احلى بكتير في الحقيقة، تسلم يا رب. البنات والله العظيم بتقول لي كده فعلا، وبعد اقول لهم يا لهوي قولوا الكلام ده، يقولوا لي حرام انت مظلومة ورفيعة قوي وبتطلعي شكلك مليان على السوشيال ميديا. طيب بما اني انا عايز اعمل اعادة تأهيل لكل البراشز بتاعتي. ايوة لازم ابعتلك قلوب واسود. البشرة الدهنية من اكتر البشرات اللي بتحتاج ترطيب على فكرة، خلي بالك. البشرة الدهنية كل ما ترطبيها كل ما تفضل بنتناس معاكي. شايفين التغطية ده؟ عشان انا وصلت الحمد لله في الفترة الاخيرة اني احافظ على السكين بتاعتي، يعني بقى عندي بشرة حلوة. love you too يا روحي. ريحتها في رمضان يا ولاد، عملت ديتوكس كده مع نفسي. طيب احنا مش هنعمل كونتور بمعنى الكونتور، احنا عايزين نبرونز البشرة شوية. هاخد فرشتي العجيبة هذه، الفرشة دي انا حطيتها في الارض. عملت الفيلر عند دكتورة اسمها نورة فؤاد اللي هي شفايفي، اما وشي كله عاملاه عند دكتورة مريان. اللايفات هتلاقوها متسيبة في البتاع. استخدمت كونسيلر من بيكا، ومفروض ان انا كده لسه ما عملتش هايلايت، يعني ما نورتش، وهبتدي ابرونز في السراويع. وهنقول انه برونز ينور الاماكن بتاعت الكونتور اللي عندي، لان انا الاماكن عندي باينه اوريدي، فاحنا بس بنديها طابع تنوير. لو انت وشك ممتلئ او تخين فقط اطلع في المنطقه دي بالبلاشر والكونتور. وشك مش ممتلئ مش تخين ما تطلعيش هنا، لانه هيطبق لك وشك زياده. اللي حلويات يا نورهان، تسلم يا رب. قولي لنا على الديتوكس اللي عملتيه يا سمسم. ديتوكس ايه؟ انا وش ديتوكس بس ما تبقى في البروش. الفرشة زي ما انتوا شايفين عجيبة عجيبة. احلى حاجة انكم تعملوا كونتور على سكن ما عليهاش فول كوفرج، جربوا الموضوع ده هتحبوه جدا. بعد كده هحط كريم بلوش.
وعشان يكون في تجانس في الفورميلا هاخده برضو من ميك اب فوريفر. انا اكتر واحده في العالم بتحب المنتج ده، واكتر واحده في العالم بتخوف البنات منه في الكورسات. فالكريم بلوش ده حياتي، بتاع ميك اب فوريفر بحبه قوي. ماستر كلاس الامارات بيكون يوم 12 و13 شهر 6 في ابو ظبي ان شاء الله، وهكون متواجده في ابو ظبي برضو. قبلها هسافر، انا مسافره بعد تونس رايحه ابو ظبي ان شاء الله، رايحه دبي هتكرم هناك برضو، هكون متواجده هناك. شايفين الجمال؟ بس وقت ما تكوني عايزه تدي حيويه لوشك وعلى بينك مش على البيتشي ده، فقط اطلعي على الكونتور بالبرونزر، لان هي ليها الرولز شويه عشان شكل الفينش في النهايه. الله يبارك فيك يا رب. اوه ماي جاد، هاخد دلوقتي الكونسيلر اللي المفروض هحطه بقى للتنوير. هاخد التو فيزد بونزا سوي الدرجة بتاعته سوان. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. هاخد هنا نقطة نقطة بسيطة تحت العين. انتي معانا يا آية ولا لا؟ ومش هخليها تلمس هنا، ومش هخليها تروح هنا، والنقطة اللي بنحطها هنا ونرجع نحطها هنا. الظل اللي في نهاية العين ده بحتاجه جدا، وبحب الشكل بتاعه، ومش فاهمة ايه سبب اني احط نقطة كونسيلر هنا وانا مش في حاجة ليها، وانا خدي عالي او انا عندي انتفاخ. اوكي لا المنصورة لسه شوية. بعد كده بس هنا مش محتاجة تاخدي من الاول للاخر، بس هنا نقطة هنا لو انا احتجت شوية هنا مش محتاجة. وهرشرش بقى فيكس سبراي كده على البلندر. هتيجي المغرب بنات المغرب، ما تيجوا انتوا تونس. فصل في الاول. يلا هبدا دلوقتي. لو انا عايزه ابلند المفروض ده يبقى ببروش، هيبقى احلى. بس اوكي هنجز بالسبونج، لان طول ما انت حاطه كميه قليله فانت محتاجه كفرج اعلى. بس في ثانية رفعت شكل الخد، مش اقصد من ده اني اعرض الحاجب، عشان تاخدي حريتك. زي مثلا وانتي بتدمجي الكونسيلر الفاونديشن مفيش اي مشكلة، بس وكل اللي بتعمليه انك بتنضفي الاريا دي اهو. بس تونس 1 و2 و3 و4 شهر 4 ان شاء الله، شهر 5. وهبدأ أفرد الكونسيلر بالراحة وعلى مجال أوسع. وده تو فيزد بونزا سوي، يعني يا جماعة ده أصلا أوفر في اللايت بتاعه، ومش بوصله لتحت عينيا خالص. تاخدوا بالكم المنطقتين بتوع تحت العين زي ما هو، بجيش جنبهم خالص. البلاشر الكريمي من ميك اب فوريفر. وبعد كده هبتدي امشي على كل السكن، اشيل لو في اي زيادات. انا عارفه ان مفيش اي زيادات، بس ده الهيلسي لوك اللي انا بحبه للسكن. اوكي
المفروض دلوقتي شفايفك كام مللي؟ انا مش بعرف حاجه يعني، الدكتور هي اللي بتبقى عارفه كل حاجه، اظن ان هي دي يعني اقل من ابره كمان، بس انا اللي بقي بيبان فيه الفيلر على طول، في ناس فعلا بيعملوا كتير مش بيبان فيهم. معاكي حق. هنبدأ دلوقتي نسيب الكونسيلر تحت العين شوية كده يهدى، ما بحبش اثبته بسرعة يكلكع او حاجة، مش بحب كده. وهبتدي دلوقتي اثبت البرونزر، هاخد من تشارلوت تيلبري الهايلايتر ده، بحب درجة البرونزر اللي فيه دي، بتثبت بتسيب لمعة صحية، ما بتعملش لون فاقع، وفي نفس الوقت شكلها جراي مش اورنج، فبتديني الافكت اللي انا عايزاه، بحب شكلها، بتفكرني بدرجة الهولا لايت من بنفت. لا مفيش اي كورسات في المنصورة قريبا يا بنات. وبيسيب جلو في الفينش بتاعه، لانه اصلا مفروض انه هايلايت. حبيبتي تسلمي يا رب. اوكي شايفين ايه اللي حصل؟ I love it. على نفس المنطقة اللي كان فيها البلاشر، وخدي اي بلاشر فيه شوية هايلايت، شايفين ده بيلمع كده؟ ده من سماش بوكس. هاخد الدرجة اللي على بينك شوية دي وهي فيها هايلايت، المفروض الفرشة تبقى اخشن من كده، بس عشان بحط على الكريمي اخدتها عادي. اوه بحب قوي شكل البشرة اللي طالع الكونسيلر الاصفر. انا كل درجاتي على اصفر يا بنتي. انهي واحد؟ بيكا اللي انا حطيته في الاول، بيكا مش عارفة اقرا درجته لان درجته مكتوبة صغيرة جدا جدا عليه. شايفين الشكل ده؟ انا بحب شكل الالتهاب البسيط ده. اما درجة تو فيسد هي كانت سنو. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي بتخلي البلوش زي ما بخرج زي ما برجع، وبيفضل بنفس اللمعة. بعد كده هبتدي اثبت باللوس باودر بتاعتي من لابريلي، واللوس باودر دي شياكه قوي يا جماعه، بصوا بيجي معاها البوف شيك قوي، والعلبه بتيجي كده جواها سباتولا عشان لو عايزه تقلبي او تخلطي اللوس باودرز مع بعض، او تشيلي كميه معينه تاخديها وتشتغلي بيها، وفيها طبق معين عشان تخلطي عليه الباودر من بره وانتي بتشتغلي. وهي كالآتي يعني، فيها الفتحات، وكمان تقدري تفتحي تاخدي منها كده دايركت. ايه ده؟ ايه ده؟ العدسات نيوتيلا من هيفا كوزماتكس. اسمها لابري. هحط لكم اسمها على الشاشة عشان هي اسمها فرنسي ونطقها صعب. او بصوا بقى الحلويات، باخد المعلقة بتاعتها هي امريكية الصنع طبعا، بس الاسم بتاعها فرنسي. غالية قوي بس تستاهل، بس مش موجودة غير بره مصر للأسف. يعني اللي يعرف يوفرها بجد يوفرها هنا من السيلر،
هتفيد البنات جدا. انا كل البنات بتوع الكورسات لاني ما كنت مسافره خدت منها كذا حبايه واستخدمتها. ايوه العسل طلعت حلو. نتاكد ان مفيش ولا نقطه. وبصوا يا جماعه مفيش كونسيلر مخطط اصلا، انك مش حاطه اصلا طبقه تحت عينيكي، ولا حتى اللي عندها هالات متاح ليها ان هي تحط طبقه. متعمليش كده. بس هثبت المنطقة اللي ما كانش فيها بلاش ولا هايلايت. انا في قرود بتتنطط حواليا، لو ولادك ربنا يخليهم لك يا رب. مش بس بتنور كمان بتخفي المسام. رهيبة رهيبة، بودر عجيبة. بصوا بصوا، يعني انا مش متعمدة ما احطش كونسيلر فاتح عشان عارفة اللوس باودر هتعمل ايه. وبالبراش الناعم قوي، وهدخل في كل الاماكن اللي محتاجة تثبيت الاول عشان الخطوط. شوفولي اللايت، شوفولي شكل السكن. طبعا متاح ليكي تستخدمي الفرشه طالما انتي مش حاطه طبقه كبيره. بس تنضيفايه من هنا في السريع. وعلى كل الاماكن اللي ما لمسهاش البلوش، الهايلايت، الكونتور، البرونز، هروح اثبت. والفرشه ليه صغيره؟ علشان ما ندخلش الدنيا على بعضي. ابقى كده مخلصه مفنشه الميك اب بتاعي وكل حاجه في مكانها. لو عايزه تعملي بيكنج ارجوكي اعملي البيكنج بعد ما تخلصي. يعني سي احنا خلصنا كده دلوقتي، ممكن تاخدي شويه لوس باودر تحطيهم از بيكنج فقط. البيكنج ما بيتعملش دايركت، يعني ما اخدش كيلو باودر تحت العين واحط احط واسيبها. فسي مثلا انا دلوقتي لو هعمل بيكنج في الاماكن اللي انا عايزاها تبقى منوره قوي لما اخلص بنفس اللوس باودر. هنا هنا دي المنطقه اللي انا عايزاها تبقى نور لما اخلص. وشويه صغيرين في طلعه الجبهه مش في الجبهه. يعني النور دايما اللي بشوف البنات بتعمله هنا ده بيطلع من بين حواجبك، مش بس اضاءه في الجبهه نفسها. مفيش حد يحب ان جبهته تبقى كبيره او عريضه او مديه الافكت ده. احنا بس بننور في المنطقه الوسطيه في الجبهه. بس ايوه اسمها لابيري. لا لا انت كاتباها مش صح، استني. اسمها لابيري، لابيري اهي، لابيري. اسم عجيب. يلا نخش على العيون. اكتر حاجة ممكن اعمل بيها بيز قوي للاي شادو، مش هتصدقوا،
هو لبستك عهود، يعني لبستك عهود ده انا من كتر ما انا بستخدمه بيز وروج وكل هو اي حد معدي كده لاني بستخدم الروج بتاع عهود في كل حاجه. روج عهود هو اللي موجود في شنطتي، هو اكتر روج انا مقعداه في شنطتي. وهقول لكم على الدرجه اللي انا بحبها قوي من عندها اللي انا بحطها على طول، بس هوريكم ازاي دلوقتي هنعمل باللبستك بيز للاي شادو. انا بكندا وصايمه وعطشانه، انا اسفه يا روحي ان شربت قدامك، بس احنا فطرنا عندنا هنا. هاخد الشيد ده، شايفين جمال الشيد على الجفن بدون اي كريمات ولا اي حاجه محطوطه عليه. نحضر فرشه دمج كويسه محترمه، اوكي دي مش بستظرفها قوي. لقيت فرشة، هاخد الليبستيك. عايزه اخد ميعاد عشان خطوبتي بس محدش بيرد عليا، تقدري تتواصلي على الواتساب لو مفيش رد على التليفون، ولما بيكون مفيش رد على التليفون يعني استسمحك تتصلي اكتر من مره. فين الجمال ولا ريحته ولا قوامه؟ انا بحب الروج ده قوي. رقم واتساب موجود عندك على البيج يا حبيبتي، يعني نزلي اللايف هتلاقيه عند الصورة بتاعتي، رقم الحجوزات. وهبدأ أبلند وأنا إيدي بترفع لفوق. شوفولي الجمال بتاعه بجد. أنا في أيام بستخدمه هو لوحده أي شادو وأنزل كده والله، عشان هو بيبقى بيفضل ثابت ما بيتحركش ومستحيل يزيد فوق العين. اوكي انا ده العمق اللي كنت عايزه اديه للعيون، والفرشه اللي بستخدمها اكيد من بلوسوم. وبعد كده تسلمي يا امي. يلا هناخد البتاعه دي من شوبارين البلاشر، ده مقارب للوك اللي عملته امبارح شويه، بس احنا النهارده هنخليه مور دراماتيك اتقل سيكا. بس لازم ابدا بالبينك لاني برضو نفس الموضوع، هدخل هروح السيشن اغير شكل المكياج وادخل من هنا وهفضل اسحب اللون على بره. اللي بحبه في البلاشر ده انه بيخليني استخدمه زي ما انا عايزه، يعني مش بيبقع، مش بيحط بقعه كبيره، مش بيحط كميه كبيره. وبعد كده بعد ما اعمل البيز البسيط قوي ده هاخد فرشة اكبر حجمها كبير زي ما انتم شايفين كده قوي على الاخر، وهاخد درجة تبقى افتح شوية من البلاشر اللي انا بحطه في عيني عادي، واطلع بيه على الاريا دي بحيث اني اكون بلندد قوي والشادو طالع من شكل عيني بجد. انتي اللي قمر والله. اوكي
هو ده الشكل اللي انا عايزاه بالظبط. ادخلي من هنا سيكة وادخلي من هنا حاجة بسيطة وبس. في المرحلة دي انا مش محتاجة اي حاجة غير فرشة واي اي شادو غامق شوية عندك، بس انا عايزة فرشة سمكها عريض شوية. اوكي ممكن ناخد حاجة زي كده. شايفين يعني هي رفيعة برضو كل حاجة، لان انا اصلا مش لو عندي فرش حواجب تخينة. فانا عايزة حاجة في السمك ده تقريبا، وهبدأ اشتغل على رسمة الايلاينر. اي لون غامق شوية من اي اي شادو باليت هاخد. دي ايه دي؟ سالتري من انستازيا. واسكتوا بقى عشان هركز بقى. انا اسفه لو بنزل تحت يا بنات عشان اظبط الفتحتين اللي انا عملتهم. يعني انا يدوب عملت فتحه وقفتها عند اللاين بتاع الكريس، الكسره بتاعت العين. تمام. بعد كده هطوله شوية واخليه جريء اكتر. اوكي عايزة يفضل مرفوع على النحو ده فقط. ممكن نعمل دبل لاينر، نعمل بقى اشكال تانية اكتر، بس انا هقفل من هنا. عشان شكله يبقى مر يعني اكتر بروفيشنال هنمشي عليه بالقلم تاني بتاع العيون. لازم اخطف تحت اتخن اللاين وارجع. ايوه انا مش قادره اعلي صوتي يا بنات. برسم باي شادو من البالت بتاعت سالتري، واخده الشيد ده. المؤذن صوته عالي علشان احنا بتاع المسجد قريب مننا. اهو
بس هو بيخلص بسرعة، مش بيطول. دلوقتي هاخد فرشة حجمها يبقى صغير قوي، اصغر حجم في البراشز موجود عندكم اكيد. عندي ده في البنسل براشز برضو، موجودة في السيت بتاعتي الزيتي، وموجودة برضو في الاحمر، فالدنيا تمام. اصغر واحده، مش لاقيه اصغر واحده، هستخدم دي وهبلند بيها الاي شادو اللي انا حطيته. هفضل ادمجه لحد ما احس ان هو خارج من بره العين نفسها. عايزاه يبقى بالشكل ده، مدموج مش مرسوم بطريقة منحوتة، لان انا لسه هنحطه بعد كده هناك بقى في السيشن. شايفين يا بنات رقيق جدا وحلو قوي. بعد كده هاخد اي درجة اي شادو افتح منه سنة، ومش تنفع على بنيات، لازم تبقى على بنكات. اسماء ليه ما بتعمليش براند ميك اب باسمك؟ ان شاء الله ربنا يكرم. براندات الميك اب فيها هيكون فيها نوع من التحيز شويه، ودي اكتر حاجه انا خايفه منها. يعني خايفه ان اعمل الماركه بتاعتي ما بقاش بقى عايزه ابيع غيرها، وافضل اكلمكم عليها والناس بقى تشتريها، وناس تقول حلوه وناس تقول وحشه، والناس تقول طبعا ما ماركتك بتتكلمي عنها. انا عندي تحفظ شويه في الموضوع ده والله. شايفين دي الدرجة اللي على بينك من البلاشر، هي اللي درجت بيها البني. فان شاء الله يا جماعة لو هنعمل براند نعمل حاجة بجد بقى، اللي هي بجد لازم اسافر لها برا مصر، اروح اشوف المنتجات حرفيا بنفسي، استخدم واجرب البرودكت مرة واثنين وثلاثة وعشرة. لكن موضوع البراند اللي بتوصل اونلاين هنا ده، بنشوف الفرشتين ولا الاسبونشتين ويقول لك دول موجودين في كل المصانع الصيني ويلا اعملي زيهم. لا، لو هعمل فرش بجد براند بتاعتي هتبقى حاجة بوم، حاجة مش شفتوش ده قبل كده. شفتوا التدرج الدنيا عامله ازاي؟ انا عايزه اوقف عند هنا، لان انا لما يعني هعمل هخلص اول سيشن، وبعد كده هعمل لاين تاني هنا، وبعدين هعمل دبل لاينر تاني من هنا. هنلعب بس مش يعني المفروض ان انا هقف عند مرحله معينه، لاني مطلوب مني 4 لوكات النهارده اعملهم للتصوير. هنا شويه اي شادو اسود، شايفين؟ بصوا التدريج عاملة ازاي، رهيب. اوكي
عايزيني اعمل براند فاونديشن. معاكي حق، معاكي حق. انا من كتر فهمي في الفورميلا بتاعت الفاونديشن انا فعلا محتاجة اعمل فاونديشن. عايزة اقولك ان ده من اعلى الكاتيجوري في التكلفة بتاعت انك تعملي براند، من اصعب الحاجات اللي مستحيل اكون عايشة في مصر اصلا وبعمله. يعني لازم بجد اسافر له يعني. طيب احنا زي ما احنا شايفين كده، احط هنا حاجة شمر ولا اخليه مات؟ انا مع المات، لو انا هغير في اللوكات اخلي الشمر بعدين. صح يا بنات؟ طبعا هو انا بتأسف لكم انه مش هيكون النهائي، بس هخليكم معايا في الاستوديو، كل ما حدث في اللوك هعمل لكم ستوري. بصوا بقى البالت دي اصلا عجيبه في ان هي مش بيجمنت ومش قويه، وبحب فيها ده جدا. هاخد بقى درجه من الفاتحين دول، يعني هاخد من دي مثلا احطها هنا عشان ابرز ده شويه. وعلى فكره يا بنات ما حطيتش اي لاينر خالص، ده مش اي لاينر، ده كله بالقشر. بصوا ايه اللي حصل، العمق بتاع عينك زاد اكتر. يا روحي انا اللي بموت فيكي، تسلم يا رب. هنا اهو، وبرضو الرموش هتتغير على مدار السيشن. لا هي شبه بتاعت هنداش، هي مش بتاعت هنداش. واو حبيت السيرم اللي بيتقل الحواجب، هعمل لكم ستوري واسيبه لكم، واسيب لكم اللينك اللي بيبقى فيه، ويا رب الاقيه اصلا. يلا دلوقتي هتني رموشي بالكرلر، لاني برضو مش هعمل تحت رسمه قويه، بس اي ثينك ان انا هعمل انر في، هعمل وينج، اعمل ماشي. وانا كمان بحبك يا زهرة، تسلمي يا رب. بنات بجد انصحوني لما عيونكم بتلتهب بتحطوا لها ايه؟ يعني انا ببقى مريحة عيني بالشهر ما بعملش فيها حاجة، وفجأة الاقيها التهبت وتعباني جدا بدون اي سبب، اظن عشان الجو. هاخد بس اي باودر اثبت بيها الانر في علشان اشتغل. طبعا طبعا التركية بتاعتي اثبت هنا باي باودر تبقى انت عارفة ان هي ووتر بروف، بتمتص الاويل، مش اي باودر تحطيها في المنطقة دي، لانك لو حطيتي باودر فيها كريمي الايلاينر بيتحرك عادي، بتسيح عادي. اهو ثبتت دي كده، وهاخد قلم الايلاينر من عند شفتك ما تستخباش اهو، اي من عند كيفي دي حط الايلاينر في مناخيرك على طول. كات فوندي اهو، وده الانك اهو. اغسل عيني بالقطره ازاي؟ اخليه برضو رقيق واتقله على البتاع. تغسلي عينك اغسل عيني بقطره ازاي؟ بتضحكوا على ايه؟ اه بعمل القلم اللي دخل في مناخيري. اوكي